ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهم، اقرأ القرآن الآن بحضور بتأثير. فإن مع العسر يسرا، هنا الشاهد، الذي يسمع كلام الآن ربما مر به مصيبة أو أزمة أو مشكلة أو ألم أو مريض أو جائع أو مديون، أقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا كلام الله. يقول ابشر، في أمل. أما مر بك أزمة في بيتك أو في نفسك أو مشكلة، أما تغيرت الأحسن، بشر نفسك بالأمل. يا أخي، بعض الناس إذا وقع في مشكلة أو أزمة أغلق على نفسك كأنه في غرفة، وأتى يستدعي الهموم والغموم، وسوف لا نخرج، وهذه النهاية. بعض الناس مريض، موهوم، مسكون بالقلق، مشؤوم، يتشائم على نفسه وعلى إخوانه. إذا كان فيها ساعة أنس قال إيه، بس والله ما ندري في العواقب. وإذا أصبح عنده نعم، مثلا 90% من النعم، قال إيه بس ما عندنا سيارة، ما استطعنا نشتري سيارة. يعني ذكر هذاك النقص. مشكلتنا أن لا نشكر الله على الموجود الذي أعطانا، لكن نذكر المفقود. يعني الواحد منا عنده نعم في نفسه وفي أهلي وفي ذريتي وفي دراستي وفي عملي وصحتي وفي سمعي وفي بصري وفي منامي وفي بيتي وكل شيء، ولكن ينقص شيء. مثلا ما استطاع يحصل على وظيفة، ما استطاع يتزوج، مثلا ما عنده سيارة، معلق الدنيا كله ومشغل العالم بهذه المساء، ودائما زفيره وشهيقه، ويذكر الآهات والونات والإزعاج. حتى بعضهم الآن مشافى في كل جسمه، لكن عنده ألم بسيط أو عنده مرض زاره، مرض في جسمه أوقف الدنيا لهذا، وكأنه ما نعم، كأن الله ما أعطاه شيء. ولهذا ينبغي علينا نعدد النعم التي أعطانا الله. من نعم الله عليك إنه مهما مر بك من هم، لكن انظر الساعة التي بعدها أو اليوم التي بعد، الله يجدد لك الأمل ويجدد لك البشرى، ويأتيك شيء إن شاء الله يسعدك ويفرحك. أنا أبشر المهمومين بفجر صادق بإذن الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.